السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حلقة 71 سبعة حتيتا ولكفال الله لسبعة حتي دي بيعة العقبة الثانية التي تهاجيتها. بديت دي بيعة العقبة الأولى عنا مجرد دي بتهاجينا من العام 11 للهجرة إلى عام 12 لواجاب العالى أدى إلا بعد العقبة الثانية ديب موسم الحج لسنة 13 هجرية لك بعد بيعتها إلا بيعت الله يعني بدوح نسر حسب دي بقى النبي صلى الله عليه وسلم من أنصار ما يقارب حوالي 82 لقب وبايع أول النبي صلى الله عليه وسلم وبدوح نسر حسلة وبدوح حوار حسلة واتفاق حسلة وبيعة العقبة الثانية بيعة مباركة علت إلا حلقة الله حلقة برضو مميزتها ما حصل في نقهوم وموبيلو اللهم مبايعين يسب مدينة والنبي صلى الله عليه وسلم موبيلو يوم ودي متبايعوا وميت بيعت ومي على سياق لنا يهجيا لتوم لبيلو كفا بايعوا ودي مبايعوا دي بلالة التاقيتة أزي سكرة بيعت مثل كما مؤلف لك كتبيو حرب مثل ندقمو ونفصلو بهجيانا لا طعمت ولا لذتو قلنا عامر إن شاء الله. بيعة العقبة الثانية وفي موسم الحج سنة 13 من النبوة قدم كثير من أهل يثرب من المسلمين والمشركين وقد قرر المسلمون أن لا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يطوف في جبالها ويطرد ويخاف واتصلوا به سرا واتفقوا على عقد اجتماع سري في وسط أيام التشريق ليلا في الشعب الذي عند جمرة العقبة. أصحاب رضوان الله عليهم من يثرب من مدينة لمطو سنة 13 هجرية دي بم وسمنا حج علو قرروا لهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم لقاء قليدو و لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دي مكة بدوح بأشكال واجهة قبقه وتم خبر بهم دي من دبر دي بدبر ومطاردات وأدرار واللي سمعوا بعلو لا مشركين ولا مجرمين يا قريش كفلت عمل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هلو وقال لهم حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحميه وندافع قلوه ونتكلبوه ونمطعنا ندبي لو دي لاتفقوا وابسر بمستير بهدوء ورد يدل اجتماع حاولوا واجتمعوا بو سرا دي ايام التشريق ايام منا من عرفه وقرر له اللياته 11 و12 و13 لان ايام لنديبا ويوم 10 من عند امت كقط حر لكل ايام التشريق تو ديبو اديبا كان جمرة العقبة لبديبا تا كان جمرات ديبو اجتمعوا وبو النبي صلى الله عليه وسلم لالي و اللي بالاجتماع اللي مجرى كمان أددقم قلناها لا مؤلف. فلما جاء الموعد ناموا في رحالهم مع قومهم حتى إذا مدى ثلث الليل الأول أخذوا يتسللون فيخرج الرجل والرجلان حتى اجتمعوا عند العقبة وهم 73 رجلا 62 من الخزرج و11 من الأوس وامرأتان والامرأتان ديل نسيبة بنت كعب من بني النجار وأسماء بنت عمرو من بني سلمة وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب كان على دين قومه لسه ما كان دخل الإسلام ولكن أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. طبعا حسب الموعد الواجد معلو أوالف أقرأ أور وكل كلي أور وكل كلي وكلهم يقول كان جمرة العقبة ديبت اجتمعوا 72 نفر علو عزر ورم النوم منا أوستهم و 62 من نوم منا 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 خزرجتهم وكل سيت على لنا اسمعين لنا سمياناتا والنبي صلى الله عليه وسلم تموعد يقول لك كان لما طيوم ومسلو العباس بن عبد المطلب أبوها على الإسلام لو كذا الإسلام عتي علاني إسلام عي علاني لكن لا وضحه مواجهه إن دبيلا قل استوسق وقل إيمان وقل إدمان
وقال حدر باكو مثل الحسن هلا باكو معطى. فأجاب المتكلم عنهم حرم النوم لهيا أنبتا النوم بسميته من التهاجع على وتول براء بن معرورته، وقال نريد الوفاء والصدق وبذل الأرواح دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم يا رسول الله والله هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نصدقنا حدي وأرواحتنا ومالنا قل في ده هو نيدان حد لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم يا رسول الله بيلي فخذ لنفسك ولربك ما أحببته بس على حديك هنا إن شاء الله نفديك بأرواحتنا وبمالنا ونصدق مثل كبيرة وبسميتهم تهاجة. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا الله، قرآن قرأ ورب دعا ورقب في الإسلام واشترط لربه. هذا قرآن قرأ عفوا و ديب أسلام تهاجر لهم وعجتها بيوم ورقب يوم ودل شروط 17 وتم من نوم لتتحدى ميتة إلى لبلوم هلا ميليوم أن يعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا. أولا رب قد تعبده وبقري يعني شريك ألبون وحده لا شريك له. حتى إذا قال أيت واشترط لنفسه ولربه أيضا أنهم قالوا له على ما نبايعك، فقال على السمع والطاعة في النشاط والكسل. كمان سمع وطاعة وقد حقد وقد نشاط وقد فتر وقد حقلان وقد مركب كل إيه، وعلى النفقة في العسر واليسر كذلك. كمان جهاد لا تنفق ديبنا ولا تهيبنا ألبوني من أرواحتنا من مالنا قلنا أنفق إلا بيليوم، وكذلك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معروف رأينا من قبي قلنا سبت ديبو قلنا شجعو، ومنكر رأينا من قبي مثل قلنا نهيو. وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وديب حقنا يا ربي وديب واجبنا يا ربي قلت وديب اللي مجاملات وخوف وفرهات ومواربات واللي قال لي تهلي مجاملات مبلي قبيا قد قبي ديبا ودي يعني حق ديبو قلتو حالو لا ما لحام سيد تساسي. وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، أدعوكم من قبي قلت تنصروني، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. كمان سلق النبطر قلت تمنعوني ولادكم لا تكلوا منه وأرواحكم لا تكلوا منه وأموالكم لا تكلوا منه وأقلكم الجنة. وفي روايات قالت هياني عن عبادة بايعناه على أن لا ننازع الأمر أهله، فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم البراء بن معنور وقال نعم والذي بعثك بالحق. هذه هون درس أدلبر هلا البراء بن معنور لم تحدث بس البلس أنهم العلا، والذي بعثك بالحق لنمنع عنك مما نمنع عنه أذرنا، فبايعنا فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة أي السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. والله يا رسول الله أرواحتنا لنكرمنا، ذريتنا لنكرمنا، أعرادنا وجنتنا ورثنا لنكرمنا، قلنا كلام منك والله حنا سب حرب حنا وسب قتال حنا واللي اندبيلا تهاجا. فقاطعه أبو الهيثم بن التهيهان برضو قالوا من النوم قائلا يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا، لم سب لباكم لنا عدوتاتنا سلت بقول لهم حبال هليت مفنجينا أي عهودا وروابط، فنجينا فنجينا عهود وروابط هليت، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني قال حسلم من كم قبي وقال حسلمين من قبي، نحن لهم جماعات سلط بنسلم لهم وأموال بنا مسلم وعهود بنا مسلم وروابط بنسلم لهم من أجل الدين ومن أجل كذا نقاط عمتو زب كذا أنت قال حسلم من قبي نحدا كنا قلت يجيش ولا كفوت بيلا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم صلى الله عليه وسلم. يعني النبي تأمن يوم قال يوم والله دم الدم مثلكم وهدم وهدم مثلكم، أنا منكم أنا وأنتم مني، أنتم حاربكم أحارب أنتم لسالمكم وسالم لسالم وبيل يوم صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة الحاسمة تقدم العباس بن عبادة بن نضلة وقال هل تدرون على ما تبايعون هذا النذر؟ يوم إلى يوم أمرام عليكم الناس دي متبايع عليكم
اللي هنا دي مد باي عليكم دي مد يبقلد ودي حتى تواكل لكم أمرام عليكم إلى يوم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس تعليم وقعي من نقب آكاية من نوم دي بوت قد حاربوت الناس اللي لبلوه مالا قد حاربوا مصوت لبلوه مالا فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فإنه خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة يقول لهم هلا اللي عند قتل العباس بن عبادة بن الله اللي ناس انتم بالمناسبة دي بحرب قايح وتقليم تحاروب عليكم دي أموالكم ما تأكم من قبي ودي بأرواحاتكم ودي بأشرافكم ودي بأوجهاتكم قدام عند أبيو مثل قلت قاتل عليكم قلت قاتلوتو قلت موتوتو فرهو قلت تراجعو وقلت خزروا لقواكم من قبي خزنا الدنيا والآخرة ودي بنا يتحاقلوا إفانا هنا أكلة هنا أكلة كلمتنا هنا ونستعدين هنا أقل نقاتل وأقل نفديو وأقل نبطر وكل كلماتنا قل نقبا وقلنا دحب أخذيكم من قبي كمان يعني والله خير الدنيا والآخرة بير يوم كم سألوا قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله قالوا والله إحنا أموالنا تفني أشرافنا هنا حدهم حنفوا من قبل ومن قاتل حتى ألبنا ومبنى إلا أنت ودينا يا رسول الله كم سلبيلو قال الجنة جزاكم جنة من ربي ديالي قالوا أبسط يا بكا إذا كم ذل قلنا بايعك مبايعته يعني اتيدي بقلب اتيدي بأحد اتيدي بميثاق اتيدي بولا إلا لبنود لا ذكر الله سبع جنود لا ذكرنا رسول صلى الله عليه وسلم دي بقل بايعوه دي بموت ودي بحيو مقابل الدين ومقابل الله سبحانه وتعالى جنة جزيهم فبسط يده فقاموا ليبايعوه فذيه مدة وقعد طوق ليبايعوه فأخذ بيد سعد بن زرارة وقال رويدا يا أهل يثرب تنحى يا ليب سعد بن زرارة قال طلسة تأكد عندك حتى سأقول دوياسة مدينة بيليب إنا لن نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله والله إحنا ما تعناه المشوار لكل قسنا ولا إنسان لا تعنا ولا ذهبتنا وممكن نورنا أن نسعنا وسيفانا وإن تعنا إنسان ما تعنا لا سفر ولا سافرت كل بطعنا وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة يوم لا أفقارته العرب كلها اللي قد تقبأتوا وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله والله اللي إناس هنا اللي كل فيافيه واللي كل مشاوير واللي كل سفر مع أم هنا وما أمر أم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو اللي إناس العرب كله ضد بطل ليت وصاروا تحاول لحدوها لو ويوم اللي ناس من لا كان أفكاركم كبطاركم من قبل حرق تسلموا وقلتوا لكم من قبل قصوا وكم من أدى عزلتوا لي قبلت من قبل يعني أكلا جاكم قلت سيوف قلت باتكركمتوا قلت سفروتوا قلت موتوتوا قلت قتلوتوا مقابل دعوات بلا يوم قالوا يا أسعد أمل عنا يدك ذيك وكيه قالوا يا أسعد أمل عنا يدك فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها فقاموا إليه رجلا ورجلا وبايعوه كان أسعد بن زرارة هو أول المبايعين على أرجح الأقوال وقيل بل أبو الهيثم بن تيهان وقيل بل البراء بن معرور أما بيعة المرأتين فكانت قولا بدون مسافحة اللي هي يعني اللي سعد الزيادة أكد من نوم يوم إلى يوم للناس كم سألت لا جيت بقى ديكا وكيه من هنا بيلو بل سعد بن زرارة وهنا والله إلا بيحت الله إنها قبل منا وإن كث منا وإن حالفة واستقالت ألبنا وإن راجع منا بيلو كان طوك إناس أورو بايعو ولك لا سيت بقيت على يدي سعف حياهوني وإلا جزء من إلا بيحة العقبة الثانية
هذه 12 رقيب هلو الذي بحرقت كفالة مادي كفالة 72 مليا فسكرة كفالة مبطية تحن وسلام حضرتكم وإن شاء الله دي بخير نتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.